وجعلنا الليل والنهار آيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.